بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل مع بعض ونكرر مادة الرقابة والمراجعة الداخلية استكمالا للمحاضرات اللي فاتت. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن ايه هي المراجعة الداخلية، واتكلمنا في المحاضرة اللي بعدها اللي عن تقرير المراجعة الداخلية. هنبتدي المحاضرة ديت والمحاضرتين اللي جايين هنتكلم على دورات العمليات، يعني المراجع الداخلي ازاي بيراجع العمليات بتاعت الشركة. وهنقتصر بس على ثلاث انواع من الدورات، هناخد دورة الايرادات ودورة المصروفات ودورة المخزون. يعني المراجع الداخلي بتاع الشركة عايز يتأكد من سلامة إجراءات الرقابة الداخلية على الإيرادات، وهناخد إيرادات المبيعات والمتحصلات، ومراجعة دورة النفقات والمصروفات، وآخر دورة مراجعة دورة المخزون. يبقى احنا هنقتصر على ثلاث دورات، الإيرادات والمتحصلات واللي هي المبيعات يعني، ودورة النفقات ودورة المخزون. فالنهارده لو بدأنا ومراجعة دورة الإيرادات والمتحصلات، فبنقول إن المراجع الداخلي بيجي يراجع الإيرادات أو المبيعات بتاعت الشركة. طب دورة المبيعات ولا الإيرادات ديت بتشمل إيه؟ دي بتشمل قرارات وأنشطة الشركة اللازمة عشان تنقل ملكية البضاعة من الشركة للعميل. يعني إحنا دلوقتي لو بنبيع بضاعة للعميل، مجرد ده قرارات الشركة عشان تنقل البضاعة من ملكيتها للعميل. بتبدأ منين الدورة ديت؟ بتبدأ من طلب الشراء اللي بيقدمه العميل. يعني الأول حاجة العميل بيقدم لنا طلب شراء، يعني مثلا لو شركة شغالة في الأخشاب، فالعميل بيطلب مثلا كم طن خشب نوعهم سويدي نوعهم زان، يبقى ده طلب اسمه طلب شراء بيقدمه العميل. بعد ما بيقدم الطلب الشراء بتنتهي بتحويل البضاعة للعميل، يعني البضاعة خلاص بنبيعها له ونبدأ بعد كده نحصل منه بقى ثمنها. يبقى البضاعة أو الدورة بتاعت الإيرادات والمبيعات بتبدأ من طلب الشراء اللي بنقدمه للعميل، ثم بعد كده بتتحول البضاعة ليه وبتتشحن له، ونبدأ نحصل منه إيه؟ ثمنها، ونشوف لو في مردودات، مسموحات، ديوننا معدومة، ديون مشكوك فيها، اللي هي الدورة كلها زي ما إحنا إيه؟ هنشوف. طيب لو شفنا دورة الايرادات والمتحصلات هنعملها في شكل رسمه كده، حاجه اسمها زي خريطه التدفق. فبنقول هي بتبدا الاول بايه؟ باستلام طلب شراء من العميل. يعني العميل بيقدم طلب شراء، طلب الشراء ده بيحدد فيه المواصفات والكميات بتاعه البضاعه اللي هو بيطلبها. بعد كده بنشوف هل العميل الرصيد بتاعه بيسمح ان احنا ناخد او نقدم له بضاعه ولا لا. يعني نشوف الحد الائتماني بتاعه بيسمح ولا لا. يعني ايه الحد الائتماني؟ يعني مثلا العميل دوت ساعه ما بنتفق معاه وبنتعاقد معاه بنقول مثلا ان الحد الائتماني بتاعك ما تقدرش تسحب بضاعه الا ب 750 الف جنيه. يبقى الحد الائتماني بتاعه كام؟ اكبر كميه يقدر يسحب بيها بضاعه ب 750 الف جنيه على الحساب. طب افرض هو كان عليه فلوس قبل كده مثلا رصيد مدين ب 100 الف، يبقى السنه دي ما يقدرش يشيل خشب او بضاعه الا ب 650. يبقى بنمنح ائتمان للعميل، ودي من اداره جوه الشركه اسمها اداره منح الائتمان، على حسب هل رصيده يسمح ولا لا. كلمه منح الائتمان يعني احنا بنبيع له بضاعه على الحساب، وده بيتوقف على الحد الائتماني بتاعه. عشان كده بنقول ان احنا بنوقع بمنح ائتمان للعميل لو اتحقق الشرط التالي: لو كانت قيمه امر البيع بتاع السنه دي زائد الرصيد اللي عليه لازم يكون اقل من حد الائتمان بتاعه. يعني زي ما قلنا لو كان العميل دوت الحد الائتماني بتاعه او اكتر بضاعه يقدر يسحبها هي 750,000، وكان الرصيد المدين بتاعه 100,000، يبقى هو اكتر بضاعه يقدر يشيلها او يسحبها على الحساب 750، ده اسمه الحد الائتماني. وكان هو عليه رصيد من قبل كده 100,000، يبقى يقدر السنه دي يشتري بضاعه بكام؟ يقدر السنة دي يشتري بضاعة فقط ب 100. يبقى زي ما قلنا ان الحد الائتماني بتاع العميل 750,000، هو كان عليه رصيد ب 100,000، يبقى يقدر يشيل بضاعة السنة دي او امر البيع بكام؟ ب 650,000 جنيه. تمام؟ بعد كده خلاص اتاكدنا ان رصيده يسمح ان هو يشيل بضاعة، نبتدي نشحن له البضاعة ونعمل مستند شحن. نبتدي نحمل الخشب اللي هو طالبه على عربيات النقل ونشحنها له، ونعمل حاجه اسمها مستند شحن البضاعه. مستند شحن البضاعه ده بيتعمل من اصل ايه وعده صور. بعد ما بنشحن له البضاعه بنبتدي، طالما البضاعه اتشحنت للعميل يبقى خلاص البضاعه دي اتباعت له، يبقى هسجل عمليه مبيعات ونقول ان البضاعه خلاص اتباعت، ونعمل
قيد يومية في دفتر يومية المبيعات ونعمل له فاتورة بيع من أصل وعدة صور. يبقى طالما البضاعة اتشحنت للعميل يبقى خلاص هي اتباعت واتسجلت عملية مبيعات وطلعنا له فاتورة البيع. بعد ما بعنا له البضاعة بيبتدي العميل يحصل منه الفلوس. خلاص البضاعة يبتدي يحصل بقى ايه؟ متحصلات نقدية. يبقى دخلنا في دورة المتحصلات النقدية اللي بنسجلها في دفتر يومية المتحصلات النقدية ونطلع له طبعا وصل استلام النقدية والإيصال اللي هو بيدفع بيه اسمه إيصال استلام نقدية بيبقى برضو من أصل وإيه؟ وعدة صور. إيه تاني ناقص في الدورة ديت؟ حاجة اسمها مردودات المبيعات. طالما هي دورة مبيعات ممكن العميل يلاقي مثلا في خشب بايظ او خشب مسوس يقول لك لا انا عايز ارجع البضاعه ديت، يبقى برده يبقى في حاجه اسمها مردودات ومسموحات مبيعات بنسجلها في دفتر يوميه المردودات والمسحوبات. واخر حاجه العميل دوت احنا عايزين منه فلوس، ممكن يبقى الفلوس ديت مشكوك في تحصيلها او في ديون معدومه، يعني مثلا عميل افلس، فالعميل اللي افلس دوت خلاص انت يقول لك احد العملاء على الشركه كان رصيده مثلا 6000 جنيه والعميل ده افلس، يبقى الفلوس دي خلاص ماتت مش هتعرف تحصلها، يبقى انت لازم تثبتها على انها ديون معدومه وتثبت برضو الديون اللي انت شاكك في تحصيلها، وكل ده بامر المحكمه، يعني بيبقى في قضيه والشركه اعلنت افلاسها وصفى العميل دوت، فخلاص بامر المحكمه انت عرفت ان الفلوس دي ماتت فتسجلها على انها ايه؟ ديون معدومه. الشكل اللي قدامنا ده اسمه المستندات والسجلات بتاعت دورة الإيرادات والمتحصلات. يبقى الشكل ده اسمه المستندات والسجلات، يعني الدورة بتمشي ازاي. بتكلم في كل الرسمة ديت على شوية مستندات وسجلات، يعني هنا مستند اسمه طلب شراء، هنا مستند اسمه مستند الشحن البضاعة على عربيات النقل، فاتورة بيع، إيصال استلام نقدية من العميل، كلها بتكلم على شوية مستندات وسجلات خاصة بالدورة. وهنا بتبقى إدارة المراجعة الداخلية في الشركة أو المراجع الداخلي لازم يتأكد إن الدورة دي ماشية بالشكل السليم ده وبالتسلسل ده وما فيهاش عملية بتسبق الأخرى وما فيش حاجة ناقصة. يبقى عايز يتعرف هل الشركة دي دورة الإيرادات والمتحصلات بتاعتها سليمة ولا لأ، وهو يتفرج على خريطة التدفق بتاعة المستندات والسجلات عشان يتأكد إن الإجراءات الرقابية سليمة في الشركة. يبقى الشركة دي فعلا بتطبق إجراءات رقابة سليمة على المبيعات والإيرادات والمتحصلات بتاعتها، طالما هي إيه؟ عندها تسلسل وعندها مستندات وعندها كل مستند معمل له أصل وصورة ومتسجل في دفتر يومية المبيعات والمتحصلات، يبقى كل الكلام ده سليم. فإدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي لازم يتأكد من التسلسل المنطقي لدورة المستندات والإيه؟ والمصروفات. هنتكلم بعد كده على اختبارات الرقابة اللي بيقوم بيها المراجع الداخلي، عشان المراجع الداخلي عايز يتعرف هل الشركة دي مطبقة إجراءات رقابة داخلية سليمة على عنصر المبيعات والإيرادات، لازم يفهم السياسات والإجراءات الرقابة على المبيعات. يفهمها إزاي؟ عنده كام وسيلة يقدر يتعرف بيها على السياسات والإجراءات بتاعت المبيعات؟ عندنا ثلاث وسائل. عشان أفهم الدورة بتاعت الإيرادات بتاعت الشركة بتاعتي أنا كمراجع داخلي أعمل إيه؟ أتفرج على الرسمة اللي إحنا لسه شرحينها أو خريطة التدفق، لو بصيت لها كده أنا كده فهمت دورة الإيرادات والمبيعات بتاعت الشركة. يبقى أول حاجة أدرس خريطة تدفق مستندات وسجلات المبيعات. أتفرج على الرسمة أو خريطة التدفق وأدرسها يبقى أنا كده فهمت دورة الإيرادات بتاعت الشركة بتاعتي. إيه الوسيلة التانية؟ الوسيلة التانية ان هو يعمل حاجه اسمها قائمه استقصاء زي اللي خدتها مع دكتوره داليا. قائمه الاستقصاء دي اللي هي قائمه فيها اسئله يقعد يخش على كل اداره عنده في الشركه ويسال هل عندكم اجراءات رقابه داخليه على المبيعات ولا لا. يبقى هو بيعمل قائمه استقصاء او قائمه استبيان يتعرف بيها من الاداره او بتاعه المبيعات هل في اجراءات رقابه داخليه سليمه على عنصر المبيعات والمتحصلات ولا لا. ثالث اسلوب ان هو يتتبع ويبص بعينه هم ازاي بيسجلوا المبيعات في الدفاتر وبيرحلوها صح لدفتر الاستاذ العملاء ودفتر استاذ مساعدين العملاء، يعني هو يشوف بعينه من اول ما بتبدا المبيعات والمتحصلات بتمشي ازاي في الدوره وهل بتمشي بشكل سليم وبيقيده في دفتر اليوميه بشكل سليم ولا لا.
يبقى المراجع التاخيري عنده ثلاث اساليب عشان يتعرف على دورة الايرادات والمبيعات والمتحصلات بتاعت الشركة. اول حاجة يبص على الرسمة او الخريطة بتاعت المستندات. نمرة 2 يبعت قائمة استبيان كده وفي اسئلة يعرف منهم هل في اجراءات رقابة داخلية فعالة على المبيعات ويسألهم في شكل اسئلة بنعم او لا. ونمرة 3 يتتبع ويشوف بعينيه هل الشركة دي بتأيد صح وبترحل صح دفاتر الأستاذ العام ودفتر أستاذ العملاء ولا لا؟ خلاص؟ طيب إيه هو المقياس أو المعيار بالنسبة له؟ تاني حاجة، إيه أهم إجراءات الرقابة الداخلية على المبيعات والمتحصلات؟ أي شركة لازم يكون عندها إجراءات رقابة داخلية على المبيعات، بتتمثل في كم إجراء؟ في 5 إجراءات. أول إجراء هو الفصل الملائم بين المهام والمسؤوليات. يبقى عشان الشركة ديت بتكون مطبقة إجراءات رقابة سليمة على المبيعات، لازم مش أي موظف يقوم بكل الشغل، لازم نفصل في المهام والمسؤوليات ما بين الموظفين. ما يبقاش الموظف اللي بيمنح الائتمان للعميل ويشوف رصيده هو اللي بيبيع له، ما يبقاش الموظف اللي بيحصل النقدية ومتحصلات نقدية من العميل هو اللي بيسجلها في الدفاتر وبيوديها البنك. لازم نفصل ما بين المهام، يبقى لازم يبقى في فصل ما بين المهام، مهمة منح الائتمان، مهمة عملية البيع، مفيش موظف يقوم بكل حاجة. يبقى الإجراء الرقابي الأولاني عشان نتأكد إن المبيعات والإيرادات بتسجلها بشكل سليم، إن إحنا نفصل ما بين المهام والمسؤوليات بتاعت الموظفين. الإجراء الثاني التحقق من الاعتماد الصحيح للعمليات. يعني إيه التحقق من الاعتماد الصحيح للعمليات ومنح الائتمان؟ يعني ما يبقاش في عملية سابقة التانية، يعني زي ما قلنا الرسمة اللي عرضناها لازم تمشي بالترتيب كده. يعني لازم الأول نوافق على منح ائتمان للعميل ورصيده يسمح وبعد كده نبيع له، ما ينفعش العكس، ما ينفعش نبيع بضاعة ونشحنها للعميل وإحنا لسه ما خلصناش إجراءات شحن البضاعة. طب ما ممكن بعد ما تبيع له البضاعة يقول لك خلاص مش دافع ثمنها، مش أنت بعتها لي؟ يبقى ما ينفعش تستكمل عملية إجراءات الشحن بعد ما تكون شحنت البضاعة. طول بس نشحن له وبعد كده نكمل شغلنا. يبقى لازم يبقى في اعتماد صحيح للعمليات وكل عمليه في مكانها ومفيش عمليه تسبق الثانيه ولازم نمشي بالترتيب. خلاص؟ ثالث حاجه لازم يبقى في نظام سليم لتوثيق المستندات والسجلات. يعني ايه وجود نظام سليم للتوثيق بتاع عمليه البيع والتحصيل؟ يعني انت لازم يكون عندك الفواتير والمستندات والسجلات لازم تكون مترقمه ومتسلسله. يعني عندك الفاتورة والمستندات لازم اخدها 1 2 3 4، الفواتير متسجلة ومتسلسلة ومترقمة. وكمان يبقى كل مستند عندك من اصل وعدة صور. لو عندك فاتورة بيع يبقى في اصل وتعمل منها كذا صورة. يبقى ده اسمه نظام سليم للتوثيق. بنتكلم على ان المستندات بتاعتي تبقى مترقمة ومتسلسلة ومعمول لها اكتر من صورة. الاجراء الرابع ان انت العميل بتاعك ده لازم كل شهر تبعت له بيان تقول له رصيدك عندنا كده صح ولا لا. انت العميل احمد احنا عايزين منك 100,000 جنيه، العميل خالد عايزين منك 50,000 جنيه، رصيدك كده مظبوط ولا في غلطه؟ يبقى لازم كل شهر تعد بيان شهري وترسله للعميل بتاعك للتاكد من مدى صحه رصيده. اخر حاجه ان المراجع الداخلي اما تحقق من ان في فصل في المهام وفي ان العمليات ما بتسبقش بعضها وان المستندات متسلسله وان هو في ارسال بيان شهري للعميل، لازم هو يقوم ببعض الحاجات كمراجع داخلي، لازم يتحقق من تسلسل الرقمي للمستندات ودقه اعدادها، لازم يطابق المستندات بينها وما بين بعض، لازم يقارن رصيد العملاء اللي موجود في دفتر استاذ العملاء مع ارصده العملاء في دفتر الاستاذ العام. يعني في دفتر اسمه دفتر أستاذ مساعد العملاء، ده اللي خاص بكل عميل على حدة، يعني العميل أحمد لوحده والعميل خالد لوحده، ثم بيتلموا بعد كده في دفتر الأستاذ العام اللي هي إجمالي رصيد العملاء. يبقى لازم أقارن وأطابق ما بين أرصدة العملاء أما أجمعهم كلهم مع بعض اللي موجودة في دفتر أستاذ مساعد العملاء متساويين مع الرصيد الإجمالي ليهم في دفتر الأستاذ العام، وفي نفس الوقت برضه اطابق المتحصلات النقديه الشهريه
مع الاشعار اللي بيجي لي من البنك، اشعار الاضافه ان اتحط في رصيدنا في البنك وزاد واصبح كده. يبقى اقارن المتحصلات النقديه بالارصده الاجماليه واللي بتجي لي من ايه، من اشعار الاضافه بتاع البنك بتاعي. دي كلها اسمها ايه، اجراءات رقابه داخليه. يبقى الاول حاجه هو بيتعرف وبيفهم هل الاجراءات بتاعه الشركه دي سليمه ولا لا من خلال الثلاث اساليب دول، ولو في تصحيح يقول عليه. تاني حاجه ده اهم اجراءات رقابه خاصه بالدوره ديت، اللي هي الفصل ما بين المهام والمسؤوليات، وان العمليات ما بتسبقش بعضها، وان كل حاجه متسلسله في المستندات والدفاتر، وبيبعت بيان ليه للعميل. هناخد برضو شويه حالات عمليه. الحاله دي احنا اتكلمنا عليها حالة، يعني نحاول ندخل شوية أرقام ومسائل عشان ما تبقاش المادة برضو نظر شوية. فالثلاث دورات دول هيبقوا فيهم شوية تمارين أو مسائل كده في الإيه، في الامتحان. الحالة الأولانية دي اتكلمت عليها وأنا بتكلم في الرسمة بتاعت خريطة التدفق. الحالة دي بتتكلم على هل العميل دوت الرصيد بتاعه بيسمح ولا لأ. يعني زي ما قلنا، لو مثلا عميل الحد الائتماني بتاعه أكتر بضاعة يشيلها ب 750,000 وهو كان عليه 100,000، يبقى يقدر السنه دي نبيع له بكام؟ اكتر حاجه 650، لان احنا متفقين معاه ان اكتر بضاعه يشيلها 750، ده حد الائتماني الاعلى المتفق عليه، وكان هو الرصيد اللي عليه قبل كده 100,000، يبقى البضاعه اللي يقدر يشيلها السنه دي 650. طب افرض هو طلب 800,000، لا ما ينفعش. يبقى التصرف ده هو التصرف غلط، لان احنا بنقول لو هو طلب 800 وهو كان عليه 100 يبقى كل البضاعه 900، وده ما يتفقش مع الاجراءات الرقابيه الفعاله ان اكتر بضاعه يقدر يشيلها هو 650,000 جنيه. هنتكلم بقى على حاله ثانيه، ان احنا ازاي بنحسب الديون المشكوك فيها. انتوا طبعا درستوا في سنه اولى وثانيه ان في طريقتين بنحسب بيهم الديون المشكوك فيها. في طريقة اسمها طريقة حساب الدين المشكوك فيه كنسبة من أرصدة العملاء، والطريقة الثانية بنحسب الديون المشكوك فيها كنسبة من المبيعات الآجلة. يبقى احنا عندنا طريقتين اللي بنحسب بيهم مخصص الديون المشكوك فيها أو الديون المشكوك فيها. بناخدها ليه؟ بناخدها عشان احنا بنتكلم على المبيعات النقدية والمتحصلات. طبعا المتحصلات يعني بنتكلم على العملاء. فدلوقتي احنا طالما اللي بيرتبط بعنصر المبيعات العملاء، طب العميل ده رصيده ده كله هيسدده ولا في جزء اسمه مخصص ديون مشكوك فيها؟ في جزء اسمه مخصص الديون المشكوك فيها. طب نحسبه ازاي؟ قال لك في طريقتين. الطريقه الاولانيه اسمها بنحسب الديون المشكوك فيها او المخصص كنسبه من ارصده العملاء. طيب الطريقه ديت اللي بيطلع منها وبنحسبه، هل هو المخصص ولا المصروف؟ هل هو المخصص ولا المصروف؟ ايه الفرق ما بين الاثنين؟ المخصص الديون المشكوك فيها ده اللي بيظهر في الميزانية العمومية، يعني اللي بيظهر في الميزانية العمومية في نهاية السنة تحت العملاء او مطروح من العملاء، ده اسمه مخصص الديون المشكوك فيها. لكن المصروف ده اللي بيخص السنة، يعني مصروف الديون المشكوك فيها اللي بيخص السنة. فالطريقة دي طالما انت بتحسبه نسبة من أرصدة العملاء، فاللي بيرتبط بحساب العملاء ويبقى مطروح منه في الميزانية العمومية هو المخصص. يبقى اللي بيطلع من الطريقة دي هو مخصص الديون المشكوك فيها. يبقى اللي بنحسبه في الطريقة دي هو مخصص الديون المشكوك فيها كنسبة من رصيدة الايه؟ من أرصدة العملاء. طب التمرين ده بيقول ايه؟ بيقول لك بلغ رصيد حساب العملاء يوم 31/12/2019، يعني في نهاية سنة 2019 بلغ رصيد العملاء 206,000، وكان رصيد المخصص الديون المشكوك في تحصيلها 10,000. خلاص؟ يبقى احنا عندنا في الميزانية العمومية في نهاية سنة 2019 كانت العملاء ب 206 وكان المخصص ب 10. قال لك المراجع الداخلي وهو بيفحص أرصدة العملاء لقى إن في دين معدوم على أحد العملاء ب 6,000. لقى دين معدوم على أحد العملاء ب 6,000. طب الديون المعدومة دي فاكرين كانت بتتعالج إزاي؟
الدين المعدوم ده هو جزء من رصيد العملاء وجزء من المخصص، يعني ال 6000 دي داخله من ضمن ال 10 وداخله من ضمن ال 206. ليه؟ احنا عايزين من العملاء كام؟ 206000. واحد من العملاء عليه 6000 جنيه، خلاص الراجل ده افلس، يبقى الفلوس دي مش هنحصلها والفلوس دي ماتت. يبقى ال 6000 جنيه ديت من ضمن ال 206، يبقى احنا بدايه ما كنا عايزين من العملاء 206، في عميل افلس وفي دين معدوم بستة، يبقى الاصول رصيد العملاء بعد ما نطرح ال 6000 جنيه دي تبقى 200000 جنيه. يبقى الديون المعدومه لازم نطرحها من رصيد الايه؟ من رصيد العملاء. وكمان نطرحها من رصيد المخصص. هو عشان المخصص ده ب 10؟ يعني ايه 10؟ يعني احنا شاكين من ضمن ال 206000 دول ان في 10000 جنيه شاكين ان احنا نحصلهم. يا نحصلهم يا لا، يا يا لا، حصلناهم خير وبركه، ما حصلهمش يبقى ده دين معدوم. يبقى في 10000 جنيه شاكين نحصلهم يا ما نحصلهمش. طب منهم بقى 6000 جنيه اتعدموا، يبقى لازم ال 6000 جنيه الديون المعدومه نشيلها من رصيد المخصص اللي هو ب 10000 جنيه، يبقى اصبح رصيد المخصص كام؟ 4000 جنيه. يعني باختصار ان احنا لازم نطرح الديون المعدومة من الاثنين، من رصيد العملاء ومن رصيد المخصص. عشان كده القاعدة بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان الديون المعدومة بنخصمها من حساب العملاء ونقفلها في المخصص. بنقفلها في المخصص. يعني ايه؟ انا بصينا كده على السبورة. احنا بنقول دلوقتي ان احنا عندنا 206000 ده حساب العملاء، وعندنا 10000 جنيه ده حساب مخصص ديون مشكوك فيها. عندك دين اتعدم ب 6000 جنيه، يبقى لازم تشيله من حساب المخصص، دي اسمها ديون معدومه، يبقى حساب العملاء اصبح كام؟ 200000 جنيه. طب والمخصص اصلا كان بكام؟ ب 10. اصبح من ضمن ال 10 اللي انت شاكك فيهم 6000 جنيه برضه ديون معدومه، يبقى حساب المخصص دلوقتي اصبح كام؟ 4000 جنيه. تمام؟ ده الارصده الجديده، لان انا هحطه في التمرين. احنا زي ما بنقول ان التمرين هيجي لك في شكل كده الكتروني، واقول لك في ارقام معينه انا عايزها. يبقى اصبح ان الرصيد بتاع المخصص متفقين عليه دلوقتي 4، ورصيد العملاء الجديد 200، لان الرقمين دول هيبقوا ايه؟ مطلوبين في التمرين. طيب نكمل. هو بيقول لك تم تقسيم رصيد العملاء اللي هو ال 206 او بعد ما شلنا منه الديون المعدومه ال 200 الى ثلاث مجموعات. في ارصده على عملاء من اربع شهور ما سددوهاش ب 125000، وفي ارصده من ست شهور ما دفعوهاش ب 50000، وفي عملاء ما سددوش من تسع شهور عليهم 25000. يبقى هو مقسمهم على حسب اعمار الأرصدة، عشان الطريقة دي اسمها إيه؟ نسبة من أرصدة العملاء. لو أنت جمعت الـ 125 على الـ 50 175 وعليهم 25 يدونا الـ 200000. الـ 200000 مش الـ 206، لأن هو طبعًا بعد ما خصم الديون المعدومة الستة أصبح رصيد العملاء 200 متقسم لثلاث مجاميع على حسب اللي ما سددش من أربع شهور أو من ستة أو تسعة. طيب قال لك إن الشركة ديت بتحسب الديون المشكوك فيها إزاي؟ هو قال لك الديون المشكوك فيها، ما قالكش هل هو المخصص ولا هو المصروف بتاع السنه. طالما الطريقه دي اسمها نسبه من ارصده العملاء، يبقى اللي بنحسبه منها هو المخصص. يبقى قدرت نسبه الديون المشكوك فيها 1% بالنسبه للديون اللي من اربع شهور، وبنحسب مخصص ديون مشكوك فيها 5% بالنسبه للديون اللي من ست شهور اللي هي ال 50000، وبنحسب مخصص 10% للديون المستحقة من 9 شهور. خلاص؟ لو انت بقى ضربت 1% في ال 125 وال 5% في ال 50 و 10% في ال 25، ده يديك مخصص الديون المشكوك فيها اللي الشركة عايزة تظهره في الميزانية العمومية في نهاية السنة.
يبقى مخصص الديون المشكوك فيها اللي عايزين نكونه واللي بيظهر في الميزانية العمومية في نهاية السنة هو عبارة عن 1% في الديون اللي من 4 شهور، وخمسة في 50، وعشرة في 25. أما أنت تحسب مخصص الديون المشكوك فيها دي، وافرض مثلا طلع معاك 6000 جنيه أو 6200، يبقى هو ده اللي الأصول يظهر في الميزانية. أمال إيه الأربعة دي؟ الأربعة اللي دي الرصيد السابق. يبقى الأربعة دي الرصيد السابق، والفرق بينهم هو المصروف. خلاص؟ هو بقى نشوف المطلوب. المطلوب بيقول لك بصفتك المراجع الداخلي للشركة، وعايز تتأكد من صحة تقييم حساب العملاء في آخر السنة، يعني الشركة دي الدورة بتاعتها بتاعت المبيعات والتحصيل من العملاء، وهل حساب العملاء ده سليم اللي ظهر في نهاية السنة في الشركة سليم ولا لأ؟ فبصفتك مراجع داخلي، يجب أن يكون رصيد العملاء كام؟ ورصيد المخصص كام؟ خلاص؟ ورصيد حساب أرباح وخسارة مدين بكام؟ والقيمة القابلة للتحقق بكام؟ يعني هو عايز 4 أرقام. طيب، لو بدأنا بأول واحدة، رصيد العملاء، دي سهلة، إحنا قلنا فيه 206 وفي 6 اتعدموا، يبقى الأصول رصيد العملاء كام؟ 200,000، دي سهلة. طب رصيد المخصص نحسبه إزاي؟ رصيد المخصص هو عبارة عن اللي احنا قلنا عليه 1% في 125 و 5% في 50 و 10% في 25، يبقى ده المخصص اللي بيظهر في الميزانيه العموميه. يبقى اول رقمين سهلين. طب ايه حساب ارباح وخساره؟ حساب ارباح وخساره وبيقول بين قوسين او تحتيها خط مدينه. ايه الحاجات اللي في ارباح وخساره او حساب الارباح والخساره جنب المدينه؟ دي المصروفات، يبقى هو اكيد بيتكلم على مصروف. يبقى بيتكلم على مصروف الديون المشكوك فيها. يبقى الرقم اللي هنا او ثالث رقم هو مصروف الديون المشكوك فيها اللي بيروح حساب ارباح وخساره. هنشوف دلوقتي نحسبه ازاي. اخر حاجه القيمه القابله للتحقق هي عباره عن اول رقم ناقص ثاني رقم. يعني لو جبت رصيد العملاء كله وشلت منه الجزء اللي انت شاكك فيه ان تحصله، يديك الجزء اللي انت متاكد تحصله. يبقى الجزء اللي متأكدين منه اسمه القيمة القابلة للتحقق. يبقى كلمة القيمة القابلة للتحقق يبقى دي الفلوس اللي احنا متأكدين نحصلها، القيمة اللي احنا متحققين منها ومتأكدين انها نحصلها، هي عبارة عن حساب العملاء ناقص الجزء ان احنا شاكين في تحصيله. انت في الميزانية العمومية في جانب الاصول بتحط العملاء، ما تروح تحتيها بين قوسين رصيد المخصص، يبقى العملاء ناقص المخصص بيديك حاجه اسمها القيمه القابله للتحقق، اللي هي الايه؟ الديون ان احنا متاكدين في تحصيلها. خلاص، نبتدي نحل التمرين كده على السبوره ونشوف يتحل ازاي. استبعاد للديون المعدومة. طالما في دين معدوم قال لك ب 6000 جنيه نعمل له عملية استبعاد. طبعا كده انتوا مش مطالبين بيه، بس ايه للتوضيح كده بنقول من حساب إلى حساب. احنا بنقول أي دين معدوم أول حاجة لازم نخصمه من حساب العملاء. لازم نخصمه من حساب العملاء، يعني إن العميل عليه مثلا 6000 جنيه عليه دين معدوم ب 6000 جنيه نخصمه من حساب الايه؟ حساب العملاء. يبقى حساب العملاء قللناه ب 6000 جنيه وقفلناه فين؟ في مخصص ديون مشكوك فيها. طيب، يبقى الرصيد العملاء الجديد هو عباره عن ال 206 ناقص ال 6 يبقى 200,000 جنيه. بعد كده بنبتدي نعمل ايه؟ بنحدد رصيد المخصص. بنبتدي نحدد رصيد مخصص الديون المشكوك فيها. اللي بيظهر في الميزانية العمومية.
قلنا عشان نحسب رصيد المخصص، قلنا رصيد المخصص هو عباره عن ايه؟ عباره عن مجموع كل رصيد في النسبه بتاعته. يعني عشان نجيب الرصيد المخصص يبقى 1% في 125,000 زائد 5% مضروبه في 50,000 زائد 10% مضروبه في 25,000 جنيه، ده يدينا 6,250. يبقى ده الرقم الثاني اللي احنا عايزينه اللي هو رصيد المخصص ب 6,250. طب احنا عندنا دلوقتي المخصص المطلوب اظهاره في الميزانيه العموميه 6,050. طب هو كان رصيده السابق كام؟ يبقى لازم نعمل تسويه للمخصص. المخصص اصلا كان ب 10,000 جنيه وكان فيه ديون معدومه، ديون معدومه ب 6,000 جنيه، يبقى الرصيد السابق ب 4,000 جنيه. يبقى احنا دلوقتي المخصص فيه 4، احنا عايزين نوصله لكام؟ عايزين نوصله ل 6,250. يبقى الرصيد السابق بعد ما شلنا منه ال 6,000 ديون معدومه المخصص قاعد فيه 4، احنا عايزين نوصله ل 6,250. طب ايه الفرق ما بينهم؟ يبقى اكيد الفرق ما بينهم هو الديون اللي شكينا فيها خلال السنه دي. يعني احنا كان السنين اللي فاتت الرصيد السابق 4 والسنه دي شاكين في 2,250 ديون مشكوك فيها، يبقى عشان يوصل المخصص في نهايه السنه كام؟ اللي عايزين نكونه 6,050. يبقى الفرق ما بين الرصيد المخصص اللي عايزين نظهره في الميزانيه العموميه والرصيد السابق هو عباره عن الديون المشكوك فيها على السنه اللي بنسميه مصروف الديون المشكوك فيها. يبقى الفرق ما بينهم هو مصروف الديون الايه؟ المشكوك فيها. مصروف الديون المشكوك فيها ده اللي هو بيظهر في حساب الارباح والخساره المدين، اللي هو المطلوب رقم 3. طب اخر حاجه بيقول لك القيمه القابله للتحقق، قلنا سهله، القيمه القابله للتحقق هو عباره عن اول رقم اللي هو رصيد العملاء اللي هو 200,000 بعد ما شلنا منه الديون المعدومه، ونشيل منه ثاني رقم اللي هو 6,250 اللي هو المخصص، يدينا 193,750، دي اسمها القيمه الايه؟ القابله للتحقق. يعني من الاخر كده ان الطريقه ديت اللي بنحسبه الاول هو المخصص الديون المشكوك فيها، ونطرح منه الرصيد السابق عشان نوصل لمصروف الديون المشكوك فيها. يبقى الطريقه دي اللي بنحسبه الاول المخصص، بنطرح منه الرصيد السابق عشان نوصل لمصروف الديون المشكوك فيها. الطريقه اللي جايه العكس، بنحسب فيها المصروف بتاع الديون المشكوك فيها ونجمع عليها الرصيد السابق عشان نوصل لرصيد المخصص اللي بيظهر في الميزانيه العموميه. يبقى الطريقه الجايه اللي هنحسبه الاول هو المصروف. فالطريقه اللي جايه دي بتتكلم ازاي احنا بنحسب الديون المشكوك فيها كنسبه من صافي المبيعات الايه؟ من صافي المبيعات الاجله. والطريقه دي طالما اسمها كنسبه من صافي المبيعات الاجله يبقى اللي بنحسبه فيها هو المصروف. ليه المصروف؟ عشان انت بتحسبها نسبه من المبيعات، والمبيعات دي ايراد، الحاجه المرتبطه بالايراد هو المصروف. يعني المرة اللي فاتت كنا بنقول نسبة من أرصدة العملاء. وإيه اللي بيرتبط بالعملاء وبيبقى مطروح منه تحت في الميزانية العمومية؟ بيبقى العملاء ناقص المخصص. يبقى اللي بنحسبه في الطريقة الأولية هو المخصص. لكن طالما بتحسبه نسبة من إيراد اسمه المبيعات، يبقى اللي بنحسبه واللي بيطلع في الطريقة دي مصروف اسمه مصروف الديون المشكوك فيها. طيب هو بيقول لك التمرين اللي فات برضه 206 وفي دين معدوم، يعني نفس الأرقام ما عدا من أول هنا. طالما هو هيديك نسبة من المبيعات فبيقول لك إن المبيعات بتاعت الشركة كلها 725,000 وفي مردودات ب 15 وخصم مسموح به ب 10، يعني أكن إيه؟ في 25,000 مطروحين من ال 725. وبيقول لك كمان إن المبيعات ديت نصها مبيعات نقدية وأكيد النص التاني مبيعات آجل. فبيقول لك إذا علمت أنه يتم تأجير الديون المشكوك فيها، طبعا الديون المشكوك فيها هي المصروف، نسبة 5% من صافي المبيعات الآجلة.
يبقى الطريقه دي اللي هنحسبها الاول هو مصروف الديون المشكوك فيها، ونحسبه ازاي؟ 5% من المبيعات الاجله اللي هي نص المبيعات، وطالب نفس المطلوب برضه نفس الارقام. طيب نشوف هنحلها ازاي. قلنا ان رصيد العملاء نفس الكيت بتاع المره اللي فاتت اللي هو 6000 جنيه وهتتراح. المهم ايه؟ رصيد العملاء كان 206 ناقص 6 ديون معدوم فيها، يبقى رصيد العملاء 200000، يبقى ده المطلوب الايه؟ ده المطلوب او الرقم الاولاني. طيب الطريقه دي قلنا اللي بنحسبه فيها هو مصروف الديون المشكوك فيها عن السنه. بنحسب مصروف الديون المشكوك فيها عن السنه. طب قبل ما نحسبها، قبل ما نحسبها لازم الاول نطلع المبيعات الاجله قد ايه. احنا عارفين ان صافي المبيعات هو عباره عن 725000، هنطرح منها المردودات والمسموحات. عندك 15000 جنيه مردودات وخصم مسموح به ب 10، يبقى المبيعات كلها ب 700. طب انا مش عايزها كلها، انا عايز المبيعات الاجله اللي هي نصها، يبقى عباره عن 700000 في نص اللي هي 350000. طيب يبقى اذا مصروف الديون المشكوك فيها هي عباره عن ال 350000 مضروب في كام؟ في 5%. 350000 في 5% يدينا 17500. ده اللي بيظهر فين؟ في حساب الارباح والخساره مدين. صح؟ احنا قلنا ان مصروف الديون المشكوك فيها هو ده الرقم الثالث اللي هو حساب الارباح والخساره المدين، بكام؟ ب 17500. يبقى ده الرقم الثاني اللي جبناه. طب قلنا في الطريقه دي اللي بنحسبه الاول المصروف وبعد كده نجيب المخصص. طيب يبقى اذا رصيد المخصص الديون المشكوك فيها اللي هيظهر في الميزانيه العموميه، هو المخصص كان بكام زي ما احنا عارفين؟ كان ب 10. مخصص الديون المشكوك فيها كان ب 10 وفي دين اتعدل ب 6، يبقى الرصيد اللي قاعد فيه 4000 جنيه، صح؟ يبقى في 4000 جنيه اللي هو الرصيد الصافي. هتجمع عليه الديون اللي انت كنت شاكك فيها السنه دي اللي هي 17000 ونص، يبقى كل اللي شاكك فيه هو 21500. يبقى الرصيد السابق للمخصص 4000 جنيه اللي هو عباره عن ال 10 ناقص ال 6 ديون معدومه. الاربعه دول ده الدين اللي شاكك فيه عن السنه دي. ده الدين السابق وشاكك السنه دي ب 17500، يبقى المخصص الاصول يظهر في نهايه السنه بكام؟ ب 21500، يبقى ده المطلوب الثاني. اخر حاجه القيمه القابله للتحقق. قلنا بنطرح ايه؟ رصيد العملاء اللي هو ال 200000، بنشيل منه رصيد المخصص اللي هو 21500، دوت يدينا 178500. يبقى الطريقه ديت المختصر بتاعها ان هي اللي بتحسبه الاول هو مصروف الديون المشكوك فيها عن السنه، وبنجمع عليه الرصيد السابق نوصل لرصيد المخصص اللي لازم يظهر في الميزانيه. انما الطريقه اللي فاتت لا، اللي بتجيبه الاول المخصص اللي هو كان 6250، وبنطرح منه الرصيد السابق اللي كان ال 4000 عشان نوصل للمصروف. يبقى في طريقه بنجيب المخصص وبنطرح، في طريقه لا بنجيب المصروف وبنجمع عشان نوصل للمخصص. شكرا يا جماعه، ونكمل ان شاء الله المره الجايه دوره النفقات والمخصصات. سلام عليكم.